أهلا بكم، واحد من أهم لقاءاتنا على الإطلاق النهاردة. عايز أبدأ كلامي النهاردة في هذا اللقاء المهم ببيت شعر أو معنى عربي مشهور جدا، معظم النار من مستصغر الشرر. الكلام ده مهم قوي وبينور قوي قدامي لما نتكلم على قناة فلوب ومشاكلها وتأثيرها على تأخر الإنجاب. يبان قوي هذا المعنى. ليه؟ لأنه كلمة قناة فلوب إنها تتأثر بشيء فيؤدي لتأخر الإنجاب بلا شك بواضح جدا في الالتهابات انفلاميشن. وأنا أعتقد إنه في مشكلة كبيرة جدا اسمها إهمال الست أو إهمال عموما، سواء ست في الحالة بتاعتنا أو راجل في المجمل في الطب، فيما يسمى بالتعامل مع الانفكشن أو مع الالتهابات. تاخد مضاد حيوي فترة وتطنش، تاخد مضاد حيوي مش مناسب للحالة، ما تروحش أساسا للدكتور، أو إنها تروح وما تاخدش العلاج بشكل كامل لغاية آخر الوقت، وبالتالي يحدث إن الالتهاب بدل ما هو حاد وتم السيطرة عليه يتحول التهاب مزمن، والمزمن في الالتهابات مشكلة في الالتهابات إنها بتعمل حاجة اسمها تليف فايبروزس. التليف ده بقى على حسب، هيحوط على قناة فلوب فيقفلها، يقفلها من جوه، يضغط عليها، القصة هتكون في الآخر إن قناة فلوب تفقد قدراتها على النقل والتوصيل المهم جدا لحدوث الحمل. بدأت القصة بإيه؟ بدأت القصة بالتهاب. التهاب كان ممكن جدا يتم السيطرة عليه من الأول بإن احنا نروح للمتخصص وناخد الدواء بتوقيت صح في فترة زمنية سليمة. ده ما حصلش نتيجة إن احنا أهملنا. الكلام هتفهموه أكتر ونقف قدام قناة فلوب، هذه القناة الأشهر، لدرجة إن بتوع الدراما لما بيتكلموا عن تأخر الإنجاب يمكن ما يذكروش حاجة من أسباب تأخر الإنجاب غير كلمة واحدة بس: قناة فلوب. تعالوا نفهم هذا الكلام مع قيمة علمية كبيرة واسم كبير على المستوى المصري والإقليمي والعالمي، طبعا ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور أحمد أبو السرور، أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد والحقل المجاري وتأخر الإنجاب، الأستاذ بكلية الطب، المدير الطبي للمركز المصري للأطفال الأنابيب، وزميل جامعة مونبلي الفرنسية، عضو الجمعية الأوروبية للأطفال الأنابيب والجمعية الأمريكية لأطفال الأنابيب والحقل المجاري، الاسم الكبير. أهلا بيك يا دكتور أحمد. دكتور أيمن، إزي حضرتك؟ منورنا. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وأنت طيب يا فندم. بنتشرف نكون مع حضرتك. ده شرف كبير لينا وجود المركز المصري وجودك معنا. يا ربنا يخليها يا دكتور أيمن. عايز أبدأ حواري الأول بقناة فلوب ودورها في إحداث حمل أساسا. قناة فلوب دورها إيه؟ هي طبعا زي ما حضرتك عارف إن قناة فلوب دي هي القناة الموصلة بين المبيض والرحم، فلما بيحصل علاقة زوجية الحياة المنوية بتطلع من الرحم تخش على قناة فلوب، ولما يحصل تبويض البويضة بتطلع من المبيض وتخش على قناة فلوب، فده اللي بيحصل مكان فيه الالتقاء بين البويضة والحمل المنوي عشان يحصل الإخصاب. بعد ما يحصل الإخصاب جوه القناة، إن حركة القناة دي بترجع الجنين جوه الرحم عشان يبتدي بقى ينقسم ويعمل جنين كامل يعني. فده مكان التقاء البويضة بالحمل المنوي اللي بيحصل فيه إخصاب، اللي هي طبعا أهم مراحل تكوين الجنين يعني. إيه مشاكل قناة فلوب وليز المشاكل دي واضحة قوي للمجتمع المصري تحديدا؟ هي قنوات فلوب مشكلتها الأساسية ممكن يحصل فيها التصاقات. الالتصاقات دي بيكون سببها حاجة من ثلاثة، زي ما حضرتك قلت في بداية الكلام إن ممكن يحصل التهابات، أشهرهم حاجة اسمها كلاميديا، دي ممكن تعمل التصاقات في القنوات فنخليها تقدرش تأدي الوظيفة بتاعتها مظبوطة. أو الحاجة التانية إن يكون في حاجة اسمها هجرة بطنة الرحم. هجرة بطنة الرحم ده برضو بتأدي لتكوين التصاقات داخل البطن، فلا بتأثر على قنوات فلوب فما تخليش برضو تأدي وظيفتها، فبتؤدي إن تعطل يحصل إنجاب. والحاجة التالتة والأخيرة إن يكون حصل جراحة بطريقة مش مظبوطة، قيصرية، ورم ليفي، كيس على المبيض. الجراحة بطريقة مش مظبوطة من اكتر اسباب انتشار التصاقات قناه فلوب، لان ما اتعملش بطريقه مظبوطه بتؤدي ان يحصل التصاقات وفايبروز زي ما حضرتك قلت، فبرضه القناه ما تقدرش تؤدي وظيفتها، فيا اما التهابات زي ما اتفقنا او ان هجره بطنه الرحم او بسبب عمليات اتعملت قبل كده. الانسداد ده برضه اسباب، زي الدوديه مثلا تلعب دور في الموضوع. لو انفجرت ان برضه بيحصل فتح بطن، فزي ما اتفقنا فتح البطن يؤدي ان حدوث التصاقات يعني. الانفكشن الكلاميديا ده انفكشن ولا ممكن يجي كده من غير انفكشن؟ لا، كلاميديا نوع من الانفكشن. انا عارف سيكشوال انفكشن ولا عادي ممكن يجي؟ لا، ممكن يجي لوحده. ممكن يجي لوحده. مش شرط سيكشوال. المرضى السكر معرضين اكتر كالعاده يعني. طبيعي. مرضى السكر بيكونوا عرضه شويه اكتر يحصل لهم اي التهابات يعني. هل في اعراض لانسداد قناه فلوب؟ هو ممكن يكون في عرض من اثنين. العرض الاولاني ان الالتصاقات بتؤدي حدوث الام في البطن، فممكن تيجي المريضه بتشتكي من الام في البطن، هي مش عارفه ان في التصاقات جوه البطن، مجرد بتشتكي من الام
فلما نعمل منظار نلاقي فيه انسدادات، والانسدادات دي مأثرة على قنوات فالوب او التصاقات، تمام. او العرض التاني ان هي بتشتكي من تأخر انجاب، هي مش هتحس بحاجة من بره، بس مع الفحوصات وكده بنكتشف ان في التصاق في الانبوبة، فاما تيجي بالام في البطن او الام في الحوض او تأخر الانجاب، هم دول عرضين بتوع يعني عدم تأدية قنوات فالوب لوظيفتهم نتيجة لوجود التصاقات. ليه بحس ان دايما في تأخر في التعامل مع مشاكل قناة فالوب؟ وده بيخليني اسأل السؤال التاني، طب ايه المخاطر اللي ممكن تحصل من التأخر في العلاج؟ مشكلة الالتهاب المزمن ان هو مع الوقت ممكن يكون سوائل، فلو كون سوائل خلاص الانبوبة وظيفتها باظت، ففي الحالة دي ملهاش اي حل ولازم تستأصل خالص، يعني ما يكونش بقى في اي علاج. يعني لو الالتهاب ده في اوله نتيجة لوجود التصاقات ممكن نشيل التصاقات دي، بس لو التصاق ده اتساب لفترة طويلة بيعمل التهاب مزمن، التهاب مزمن يؤدي لوجود سوائل، فالسوائل دي خلاص الأنبوبة فقدت الفانكشن بتاعتها، يعني فقدت وظيفتها، فحلها الوحيد ان هي تستأصل، لان وجودها ده بيضر بعد كده لو عملنا حقن مجهري او حاولنا يحصل حمل طبيعي. طب مفهوم جدا انه انسداد قناة فالوب هتخلي الجنين ما يوصلش او الحيوان ما يعرفش يوصل للبويضة المنوي وما يحصلش التكوين الجنيني، لكن هل يؤثر انسداد قناة فالوب على التبويض نفسه؟ لا ده ملوش دعوة خالص. لان التبويض كله بيحصل في المبيض، هو بيأثر على التقاء الحيوان المنوي والبويضة. يعني بيحصل تبويض من المبيض، بس البويضة ما تقدرش تقابل الحيوان المنوي جوه القوة القناة، بس ملوش دعوة بالتبويض. لكن ما يأثرش، ما يعملش تأثير على المخزون المبيض، مفيش الكلام ده. السؤال المهم بقى، كل شوية أحضر مؤتمر أو أسمع المؤتمر بيتكلم عن أدوات تشخيصية للتعامل مع قناة فالوب، يعني الحكاية دي بيحصل فيها طفرة، إزاي دلوقتي بتعملوا تشخيص لمشاكل قناة فالوب؟ هو في ثلاث أنواع من الفحوصات الأساسية عشان القناة ممكن تتعمل. الحاجة الأولانية بنقول عليها less invasive، تمام، اللي هو السونار، السونار العادي. الأنبوبة مش المفروض إن هي تبان في السونار إلا لو فيها التهاب مزمن. التهاب المزمن هي السوائل الموجودة في الأنبوبة بتبان في السونار، فدي أول طريقة للتشخيص. الحاجة التانية اللي هو الأشعة بالصبغة، يعني نحقن صبغة جوه الرحم والأنابيب عشان نتأكد هل فيها التصاقات ولا ما فيهاش التصاقات. والحاجة التالتة والأخيرة هو منظار البطن. طبعًا قلتهم كده بالترتيب لأن إحنا بنشوف من least invasive للمور invasive. فمنظار البطن ده عملية، يعني بنج كلي ويعني تكلفة، بس طبعًا دي أدق طريقة لتشخيص الأنابيب. إن إحنا بنخش بكاميرا جوه تكويف البطن عشان نشوف الأنبوبة فعلًا هل حواليها التصاقات ولا أخبارها إيه. بمنظار البطن. منظار البطن. عشان بس الناس تبقى مش قلقانه من ان حد قلقان هنعمل منظار بطن يا مش عارف ايه، لا ده هو ده الوحيد. طبعا او الطريقه الافضل، يعني الطريقه الادق والاعلى لتشخيص الخريطه العلاجيه بقى بترسموها ازاي؟ الخريطه العلاجيه يعتمد الالتصاقات دي شكلها عامل ازاي وكميتها شكلها عامل ايه. يعني في الاول ان احنا بنعمل منظار بطن، وفي منظار البطن ده بنقيم الوضع ايه. لو الالتصاقات بسيطه والانبوبه حالتها كويسه ممكن ان احنا نعمل منظار بطن جراحي، يعني نبتدي ندخل الالات بتاعتنا ونبتدي نشيل الالتصاقات دي على امل الانبوبه ترجع وتؤدي وظيفتها. فدي الطريقه الاولانيه. في الناس بقى اللي عندهم الالتصاقات دي متقدمه قوي فعامله التهاب مزمن، فحالتها او الوقت ده الحال ان احنا نستأصل الانبوبه دي وبعد كده نعمل حقن مجهري. او في التصاقات بتكون شديده جدا، يعني في ساعات الامعاء بتكون لازقه في الانبوبه، فما ينفعش الالتصاقات دي تتشال، ان هي لو اتشالت ممكن تؤدي المصارين تتعور. طبعا لو اتعورت العينه تخش في كولوستومي، مش شغلانه كبيره، هيأثر على حياتها، يعني خطوره فيها على حياتها. فبالتالي بيكون من الافضل في الاحوال دي ان احنا نلجا للحقن المجهري، فيا اما منظار البطن الجراحي لازاله التصاقات في الحالات اللي تنفع كده، او الحالات اللي ما تنفعش ان احنا نلجا للحقن المجهري. دايما احس ان مشاكل قناه فالوب والحقن المجهري زي اتنين راكبين مع بعض قطر، بس مين راكب قبل التاني، او القصه بدات مين في المحطه الاولانيه ومين اللي راكب في المحطه الثانيه، مين اللي جه الاول او مين الهدف الاول ومين النتيجه اللي بعد كده او الاكتشاف، يعني سيناريوهات كتيره. ممكن واحد تكون جاي تعمل حقن مجهري وبعدين نكتشف ان ده مشاكل في قناه فالوب، ممكن واحد تيجي بمشاكل في قناه الفالوب ونقول لا ما ينفعكيش غير حقن مجهري. هذه العلاقه عايز اسمع شرحها من حضرتك. لا طبعا حضرتك قلت حاجه كويسه قوي، هما الاثنين مكملين لبعض، تمام. زي ما حضرتك قلت ان احنا ممكن نعمل منظار بطن ولاقي الانبوبه كويسه، لا خلاص ما فيش داعي ان احنا نعمل حقن مجهري. ممكن نعمل منظار بطن ونلاقي فيه التصاقات ينفع تتشال، شلنا الالتصاقات دي وبعد كده استنينا من 6 شهور لسنه، حصل حمل كان بها، ما حصلش يبقى نلجا برضه للحقن المجهري. ممكن نعمل منظار نلاقي التصاقات جامده قوي ما ينفعش ان احنا نشيلها، لا نلجا للحقن المجهري. ممكن نعمل منظار نلاقي الانبوبه فيها التهاب مزمن، لا خلاص في حاجه نلجا للحقن المجهري. فهو المنظار والحقن المجهري يعني زي ما حضرتك قلت هما وجهين لعمله واحده، والاثنين مكملين لبعض. يعني حضرتك عارف الحقن المجهري ده هو التطور بتاع علاج تاخر الانجاب، تمام. زمان ما كانش فيه حقن مجهري، فكان المنظار هو اخرنا. طبعا النهارده الدنيا اتطورت وفي الحقن المجهري،
يعني زمان لو حد ست عندها التصاقات جامده كنا بنقعد نحاول فيها خلاص ما عندناش حل تاني. يمكن انا ما حضرتش الكلام ده بس طبعا الاجيال الاكبر مني عارفه ده كويس، ان ما كانش في حقن مجهري فكانوا بيقعدوا يعفروا معافره طويله قوي عشان يسيلوا التصاقات دي. طبعا النهارده الدنيا اتطورت، فلو التصاقات جامده لا بنرجع لحقن مجهري على طول. فالاثنين مكملين لبعض يعني. الاثنين مكملين لبعض. هو التعبير اللي قلت ده حضرتك ممكن بقى تسوقه بس تذكرني يعني اللي هو الاثنين كانهم راكبين ركب قطر واحد بالظبط كده والقطر جهته واحده بس مين راكب قبل مين ده في الافلام بقى هم الاثنين راكبوا موجودين قاعدين جنب بعض بس في السيناريو بتاع الفيلم يا ترى ده راكب من الاول خط والتاني جه بعديه اللي هو يعني مشاكل في القناه وانا اضطريت اعمل حقن مجاني ولا انا كان قراري من الاول اعمل حقن مجاني وانا بشتغل لقيت في مشاكل في القناه فيعني القصه تشبيه مظبوط وهنوصل في الاخر لهدف واحد ان الست ممكن تبقى جيت بريجننت يعني ولذلك احنا عايزين السؤال اللي جاي بقى الانديكيشن او امتى فعلا اقرر ان اعمل حقن مجاني في حاله تكون في مشاكل في الانابيب. هو الحاجه الاولانيه التهاب مزمن في الانابيب زي ما اتفقنا علاجه فصل الانابيب لان وجود السوائل بيأثر الاجنه تمسك وعمل حقن مجاري. الحاجه الثانيه الالتهابات المتوسطه في الانابيب اللي هي عامله التصاقات بس مش مأثره على الفانكشن بتاعت التيوب او مش مأثره على وظيفه التيوب. في الحاله دي لا ممكن نعمل منظار نزيل الالتصاقات ونستنى من 6 شهور لسنه على امل ربنا يكرم بحمل طبيعي. ربنا كرم كان بها، ما كرمش يبقى بنلجا للحقن المجهري. والحاجه الثالثه والاخيره ان في التصاقات جامده قوي مش عامله التهاب مزمن بس التصاقات جامده قوي. شيل الالتصاقات دي ممكن يعرض حياه المريضه للخطر. فبالتالي هنطلع ونقول لها ان احنا عملنا منظار في التصاقات ما قدرناش نشيلها وده مش عيب. يعني ممكن الواحد يقول للمريضه انا ما قدرتش اشيل الالتصاقات ده ممكن ياذي حضرتك وهنعمل حقن مجهري. فهم دول الانديكيشن بتوع الحقن المجهري في دواعي الحقن المجهري في حالة تأثر الأنابيب. عندنا 3 محطات مهمين جدا هنتكلم فيهم بالتفصيل. المحطة الأولى هتكون الأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ الابيض والاسود والرمادي، الابيض هو الصواب المطلق، الاسود هو الخطأ المطلق، والرمادي اللي هو بين البنين. وساعات الأسئلة تكون ملهاش علاقة بالموضوع قوي من قريب، يعني ممكن تكون بعيدة شوية، لكن النهاردة يفضل يعني المعنى ده يفضل استئصال القنوات إذا حدث انسداد بعد سن 50 سنة. مش معنى 50 ماشي، هل ده صح أبيض ولا أسود ولا رمادي؟ لا هو ده الحقيقة أسود. أسود أسود، إن حضرتك عارف إن الانسداد بعد سن 50 خلاص مفيش فرصة حدوث حمل، فشيل الأنابيب ملوش أي فايدة. يعني كده احنا بنعرض المريضة العملية، وطبعا مفيش عملية ما فيهاش خطورة او ريسك يعني تمام، فمفيش ده ان احنا نعرض المريضة تمام للريسك ده من غير فايدة. هي كده كده طبعا احتمال حدوث السن الحمل في سن 50 يعني طبعا كله بعلم ربنا بس الشبه مستحيل يعني تمام. طبعا انا مش عايز الناس تزعل مني بس طبعا احنا كده بنعمل عملية ملهاش فايدة تمام. بس برضه ما احنا ذكرنا الشيء، هو لو في ست بتعمل استئصال الرحم عند سن 50 تمام، ويفضل ان هي تشيل معاها الانابيب لو بتعمل استئصال رحم لان الانابيب بتكون سبب بعد شر ان يحصل كانسر في الاوفرز. الاوريجن بتاعها بيكون من التيوبز. فلو في ست بتعمل استئصال رحم بعد سن 50 لازم تشيل معاها الانابيب سواء فيها انسداد او ما فيهاش انسداد. ده عشان بس الموضوع اتذكر يعني. انا بس كمان حاجه تانية بمناسبه سن 50 يعني او السن عموما، في بعض المواقع بتنزل يقول لك ايه مش عارف في بلاد ايه بيخلفوا عن سن 70، ما اعرفش بقى انهي بلاد اللي بيخلفوا عن سن 70 ده، وما اعرفش دقه المعلومه. لا حضرتك عارف هو ممكن الست تخلف في سن كبيره بس طبعا عن طريق تبرع البويضات، يعني ما تكونش بويضاتها هي. يعني يكون تبرع بالبويضات. بالظبط يعني شبه مستحيل يعني. فبلاش الافكار الجباره. يعني حكاية ممكن يبقى اكسبشن تمام بس ما نقدرش نعالج الناس بناء على اكسبشنز. طبعا تعالى نشوف المحطه الثانيه. جاني متهم ام بريء؟ المحطة الثانية في المتهم والجاني والبريء ده قصة، يعني طبيب هيدي علاج بالمنشطات لذات التبويض إذا كان قناة فالوب فيها انسداد جزئي في واحدة من الأنابيب. يعني حالة طبعا كيس دي بقى على فكرة مستوى عالي جدا في الأسئلة وده جميل يعني برضو ده لشباب الأطباء. هل ده صح ولا غلط؟ ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ لا لا هو بريء فعلا. بريء لأن أنبوبة واحدة تؤدي لغرض وزيادة تمام. فممكن طبعا نستخدم تنشيط التبويض لو في انبوبه كويسه وانبوبه مش كويسه لان انبوبه واحده ممكن تؤدي لغرض وزياده وممكن قوي يحصل منها حمل. لما ندي تنشيط عشان عايزين يحصل تبويض من ناحيتين،
بحيث ان احنا نزود فرصها ان يحصل حمل طبيعي. انا اعتقد ان هو بريء جدا. بريء جدا بس ده كيس بروبلم. تعال نشوف المحطه الثالثه. وشك ام يقين؟ وهم وشك واليقين، يعني حضرتك جاوبت نسبيا، يمكن الحبل من خلال انبوب واحد فقط. ده سؤال يقين طبعا. يقين يقين طبعا. انبوبه واحده تؤدي لغرض وزياده. تؤدي لغرض وزياده. انبوبه واحده وميبيد واحد يؤدي لغرض وزياده. حلو. الافلام عندنا فيلمين، نبدا بالفيلم الاول. الفيلم الاول هو نشوف الفيلم الاول خلف القضبان. مين اللي اتحط خلف القضبان في التعامل مع الانابيب؟ خلف القضبان اللي حد بيحاول يعمل منظار هو ما بيقدرش يعمله كويس، لأنه ممكن يعرض حياة المريضة للخطر. يعني هك عارف إن لو حد مثلا داخل إن هو يزيل الالتصاقات وما عندوش خبرة كفاية إن هو يزيل الالتصاقات، فعمل العملية دي وعور المصارين، فالعينه كانت داخلة تعمل حاجة بسيطة طلعت بمشكلة كبيرة جدا، ممكن تأثر على حياتها. ممكن تأثر على حياتها بالظبط. ممكن ده تمام. فأي حد بيعمل منظار أو بيعمل حقن مجاري أو بيعمل أي حاجة لازم يكون متمكن منها، لأن طبعا في ناس كتيرة قوي النهاردة بتحاول تعمل حاجات هي يعني سوري مش قدها. فمفيش داعي الواحد يبعت الحاجة اللي بيعرف يعملها، مفيش داعي الواحد يعني يفتح صدره في الكلام ده، ممكن يأذي الناس فعلا. ويتعلم. ويتعلم. يتعلم. المحطة التانية المخادع. إيه هو المخادع في عالم مشاكل الأنابيب؟ المخادع المرض نفسه يعتبر مخادع. حقيقة. مرض بلا أعراض أحياناً. هو طبعا مرض ممكن يخدعنا، ان ممكن تيجي سيدة زي ما حضرتك قلت كويسه جدا وما فيهاش اي حاجه وامورها تمام، وبالصدفه واحنا بنعمل سونار نلاقي التهاب مزمن في الانابيب. فطبعا هي بتتخض ان هي اتخدعت، فاكره نفسها انابيبها كويسه، وان هي جايه تعمل حقن مجهري مثلا عشان الزوج عنده مشكله، وتكتشف حاجه تانية خالص هي ما كانتش عامله حسبانها. سايلنت. فانا حاله سايلنت. بالظبط كده. فالمرض زي ما حضرتك قلت فعلا مخادع. مخادع. شرف كبير لينا وجودك معنا، وبنسعد بهذه الزياره العلميه الراقيه جدا المليئه بالمعلومات والمستوى الراقي جدا في الشرح والتفصيل. دكتور ايمن اتشرفنا ونشرف بحاجة دايما، ونشوفك على خير ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب. نورتنا وانت طيب. ضيف العزيز القمه العلميه الكبيره والاسم الاكاديمي الرائع جدا الاستاذ الدكتور احمد ابو السرور، استاذ مساعد امراض النساء والتوليد وتاخر الانجاب بكليه الطب، وصاحب المدير الطبي للمركز المصري للاطفال الابيب، وزميلكم جامعه مونبلي الفرنسيه. ضيفي العزيز واحد من الاكاديميين الكبار ومن الأسماء الكبيرة في عالم تأخر الإنجاب في الناس الحلو. خليكم مع الناس الحلو.